اسمي خالد الحاج صالحي، من مواليد قرية جر الأسود تحتاني، تابع لمحافظة طرق، ناشط سياسي وسجين سياسي سابق، سجنت لخمس سنوات ونصف في سجن حلب المركزي، عدا بضعة أيام هنا وهناك من التوقيف، هنا الآن مقيم في هولندا وأعمل بالهيئة العامة للتأمين في هولندا. طلب مني شباب ربيع سوريا أن أتحدث عن الوحدة الوطنية. بالنسبة لي الوحدة الوطنية هي الحالة التي عشتها. كان أيوب الكردي يسكن بنفس الدار معنا في القرية، ومضت بالنسبة لي سنوات قبل أن أعرف أن أيوب ليس الأخ الشقيق لوالدي كما كنت متصورا. أيضا عندما كنت في الصف الثامن كان لدي صديق عزيز جدا اسمه نرسيس سيركيس. إلى ذلك الوقت وكان عمري وقتها 13 سنة لم أنتبه ولم يخطر ببالي أن لنرسيس دين غير ديني. ربما لو فكرت بالأمر أو لو كان هناك داعيا لكنت عرفت ذلك، ولكنني أذكر أني فوجئت بعد سنين من صداقتنا بأنه انزعج من كلمة قلتها وقتها ولم أعد أذكر ما هي. عندما قال لي أنت تقول ذلك لأنك مسلم وأنا مسيحي. وأيضا وعندما كنت في الصف العاشر كان عمري وقتها 15 سنة وأثناء أحداث الثمانينات وتحديدا في العام 1981 على ما أذكر، ولأول مرة أسمع بكلمة علوي. كان لأخوتي مكتبة تعجب الكتب، وصرت أبحث في تلك الكتب والتي كنت قد قرأت جزءا كبيرا منها، أما يعني سني أو علوي. عبثا كان الحل أن أسأل منهم أكبر مني سنا، وحتى السؤال في ذلك الوقت كان مستهجنا ومستغربا. هذه هي الوحدة الوطنية بالنسبة لي، أفهمها بهذه الطريقة ولا أعرفها إلا هكذا. فما نعرفه الآن عن الشروخ العمودية في المجتمع السوري هي صناعة نظام البعث ونظام عائلة الأسد.
شيء آخر أحب أن أقوله عن الوحدة الوطنية وبمثال أيضا. منذ انطلاقة الثورة السورية وعلى ما أظن منذ اليوم 19 من آذار، أي مباشرة بعد سقوط أوائل الشهداء في درعا الأبية، تداعينا في هولندا للاجتماع لدعم الانتفاضة السورية، فشكلنا لجنة لدعم الثورة السورية بهولندا. وما أحب أن أقوله بهذا الصدد أن الشباب هنا تجمعوا وهم من اتجاهات فكرية متباينة ومن كل ما يسمى بمكونات المجتمع السوري. شيء مهم أيضا آخر، أنا مررت بتجربة السجن وأعرف أن السجن السياسي لم يكن حصرا على أو مقصورا على مكون ما على ما يشاع أحيانا، وإنما كل مكونات الشعب السوري كانت موجودة. كنت مسجونا مع شباب من كل ما يسمى بمكونات الشعب السوري، ولم أفتقد أي منها في حقل الشباب. وكان معنا شباب من الساحل ومنهم فراس يونس. فراس يونس كان يعاقب بشكل مضاعف فقط لأنه من الساحل. ما أريد أن أقوله هنا أننا يجب أن لا ندعو لاستبدال حكم قائم على الاستبعاد بآخر قائم على استبعاد آخر، وأقول أننا يجب أن لا ننسى أبدا حتى لا يتكرر ما حدث. والشعب السوري لم ينسى ما حدث في حماة، ولذلك فهو ينتفض اليوم حتى لا يسمح بتكرار ذلك لا في درعا ولا في حماة ذاتها. لن ننسى، ولكننا سنطالب بالمحاسبة العادلة لكل من أخطأ بحق الشعب السوري. اليوم ما يقوم به الشعب السوري هو معجزة بكل المقاييس، لأنها فعلا تتعدى حدود المعقول إلى حدود اللامعقول. معجزة أن ينتفض الشعب السوري ضد حكم دموي قائم على التشبيه بهذه الطريقة والقتل والحصار، ومعجزة أن يستمر الشعب في الانتفاض رغم كل الجراحة الكبيرة، ومعجزة أن يتغلب الشعب السوري على كل محاولات النظام للفتنة والذي عمل عليها لأربعون عاما. يجب أن نعرف شيئا واحدا مهما، أن أي حرب أهلية هي حبل إنقاذ لنظام التشبيه من الغرق بدماء شهدائنا، فيجب أن نكون حذرين جدا جدا. والطريقة المضمونة للتخلص من هذا النظام هو أن لا نسمح له بإشعال حرب أهلية. انتفاضة الشعب السوري وثورته تأكيده على أن الشعب السوري واحد، هو ما لن يسمح للنظام باللعب على خطوط التقسيم العمودية التي خلقها. في البداية كنا نتخوف حقيقة من أن ينجح نظام في إشعال حرب أهلية، ولكننا الآن مطمئنون تماما. وأنا أتوافق مع التحليل اللماح لياسين الحاج صالح عندما يقول أن هذه الثورة هي ثورة قوة العمل الشبابية ضد السلطة والمستفيدين والمتنفذين، وهذا هو معنى وتفسير هجوم شباب درعا في بداية الانتفاضة على سيريتهم قبل أن يتعرضوا لأي من رموز السلطة السياسية. فبالتالي هذا البعد الطبقي للثورة السورية هو أيضا من العوامل التي تحميها من خطر الوقوع في الطائفية. فالثورة السورية الآن تحقق ثورة سياسية مترافقة مع ثورة اجتماعية، معها ثورة اجتماعية، فهي تنسف نظام سياسي فاسد
وقيم مجتمعية فاسدة أيضا ممثلة بالمتسلطين والمتنفذين. الوحدة الوطنية ليست فقط على طول التقسيم العمودي، وإنما أيضا على طول الخط الأفقي الوحيد بين قوى العمل والمتنفذين المتسلطين. أنا بهذه المرحلة لا أخاف على الوحدة الوطنية كما لا أخاف على الثورة، فهناك ضمير جمعي تخلق في رحم هذه الثورة يدفعها إلى الأمام ويصونها من أي انزلاقات. وأنا متأكد أن الوحدة الوطنية مصانة وباقية كحقيقة بقاء هذا الشعب العظيم وزوال بشار ونظام التشبيه. ولكم مني السلام والمحبة. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.